ولمناقشة مستجدات الأوضاع في محافظة درعا السورية، وسط الحديث عن اتفاقية قدمتها موسكو لأهالي درعا مع إصرار النظام على مواصلة القصف، معنا من إسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات السيد وائل علوان. مرحبا بك معنا سيد وائل. أهلا بكم، تحياتي. كيف تقيم مبدئيا النسخة الروسية أو الجديدة من الاتفاقية؟ طبعا المتابع لهذه الأحداث المتسارعة في درعا يدرك أن الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لها، طبعا ومن ورائهم إيران بشكل مباشر، عندما نتكلم عن الفرقة الرابعة فهي ليست تابعة للنظام وإن كانت منتظمة ضمن فرق الجيش العربي السوري بين هلالين كما كان يسمى. نعم. الفرقة الرابعة تابعة بولائها الكامل لإيران، وهي تتعمد التصعيد، تتعمد خرق الهدنة، خرق وقف اطلاق النار، تتعمد أن توصل رسائل اليوم إلى اللجنة المركزية، واللجنة المركزية هي ممثلة لمجلس العشائر في درعا، ممثلة لأبناء درعا جميعا بمن فيها من الفصائل والمسلحين اليوم. الفرقة الرابعة رسالتها ومن ورائها إيران، الرسالة المباشرة إلى أهل درعا أنه لن يلتزم النظام ولن تلتزم إيران بهذه التسويات الروسية، لأن ليس من هدف إيران، ليس من هدف الحرس الثوري الإيراني إيجاد تسوية لا يكون فيها تهجير ممنهج وتوطين لعناصر من الحرس الثوري الإيراني من لواء فاطميون ولواء الزينبيون في جنوب سوريا. هذا هو الهدف الرئيسي من كل هذه الحملة العسكرية التي تقودها الفرقة الرابعة. طبعا روسيا مستفيدة من موقعها الحالي كوسيط، روسيا انتقلت من طرف ضامن للنظام، من طرف داعم للنظام، من طرف كان قد شارك في كل الحملات الإجرامية ضد الشعب السوري التي ارتكبها النظام في مختلف الخريطة السورية، إلى موقع جديد هو موقع الوسيط، يدخل ويحاور اللجنة المركزية، يقدم الحلول، يقدم المبادرات. هذا الجانب الروسي اليوم الذي أصبح إلى حد ما يريد هذا الموقع، موقع الوسيط. فيما أهالي درعا ليست قضيتهم قضية سيطرة النظام أو مؤسسات الدولة، ليس لدى أهالي درعا مثلا مشكلة في وجود الفرقة الخامسة عشر وهي غير تابعة لإيران، أو في الفيلق الأول بمكوناته، الفرقة الأولى والفرقة الخامسة والفرقة السابعة، عفوا الفرقة السابعة وليس الخامسة. أين المشكلة إذن؟ الفرقة الرابعة هي تابعة لإيران. مشكلة أهل درعا الحقيقية كما مشكلة السويداء والقنيطرة لن تحل يا سيدي القضية بتسوية بسيطة هزلية في درعا. القضية قضية جنوب سوريا كله، وانتشار كامل لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في نقاط هائلة، في نقاط كبيرة جدا. لكن نحن نتكلم، نحن سيد وائل نتكلم عن درعا تحديدا الآن، يعني ربط الموضوع موضوع درعا بكل هذه القضايا قد يعقد المسألة أكثر ويطيل من أمد الحل. يعني هي مشكلة مشتركة يا سيدي. نعم. هي مشكلة مشتركة، يعني أيضا هناك احتقان داخلي، هناك كما رأيتم البيان من الهجري وهو كبير طائف من أحد وجهاء وأهم الوجهاء في طائفة الموحدين الدروز في السويداء، هناك مشكلة متفاقمة في كل الجنوب السوري، وهي ستكون منتقلة إلى أي منطقة أيضا ستشتكي لاحقا من هذا الوجود الإيراني. الوجود الإيراني يا سيدي وجود مستفز للأهالي، وجود يدعو إلى التشييع السياسي كما التشييع الطائفي. نعم. والديني، يحاول دائما الإجراءات الأمنية بالاغتيالات، بالسيطرة الأمنية الكاملة، وطبعا أنت تعلم أن هناك تهديد كامل بوجود إسرائيل في على الحدود والتأهب الدائم لقصف المواقع التي فيها انتشار حزب الله وإيران. لذلك الأهالي في السويداء، في القنيطرة، ربما في ريف دمشق الجنوبي ستنتقل لهم العدوى تباعا، لأن المشكلة واحدة، المشكلة في هذه التسوية الروسية لن تحل. وجود الفرقة الرابعة يعني وجود إيران، ليس لدى أهل درعا مشكلة في سحب السلاح إن كان هناك ضمانات حقيقية بحل هذه. إذن يبدو أن هناك محاولة لاستثمار الوقت أو لتقطيع الوقت، وهناك نوع من توزيع الأدوار بين روسيا وبين النظام، وهم طبعا حلفاء أقوياء، لأنه يعني أثناء الحديث عن اتفاق ومفاوضات تتم عمليات القصف لدرعا وهي لا تتوقف بطبيعة الحال.
التصعيد والقصف من الفرقة الرابعة بمن يدعمه الحرس الثوري الإيراني هو لعدم خلق أي فسحة لتسوية ما أو لمبادرة تكون بديلا عن التهجير وبديلا عن الحملة العسكرية الممنهجة وعن حلول الحرس الثوري الإيراني بشكل عسكري في المنطقة. الروس لم يشاركوا بطيرانهم، وهذا ما أخر الحسم العسكري، وربما هذا ما سبب خسائر كبيرة جدا في صفوف الفرقة الرابعة، بل ربما عجز نسبي عن النجاح في العملية العسكرية. الروس ينتظرون، ماذا ينتظرون؟ يكسبون الوقت، يريدون بالفعل أن يستثمر هذا الموقف ويستثمر دورهم كوسيط ويستثمر دورهم كضاغط ممكن أن يكون فعال على الجانب الإيراني. لكن هذا الجهد الروسي فاشل حتى الآن، لم تستطع روسيا إحداث اختراق في هذا الموضوع ونجاح. ربما لم تحصل روسيا بعد في طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية على ما يجعلها تضغط بجدية وتتحرك بشكل جاد بالفعل للضغط. سابقا يا سيدي، نهاية عام 2019 بداية عام 2020 استطاعت روسيا بضغط حقيقي إخراج الكثير من نقاط حزب الله ومن نقاط الحرس الثوري الإيراني من جنوب سوريا، ثم عندما أصبح هناك إلى حد ما سوء بالتنسيق الإسرائيلي الروسي وأصبح هناك ضغط على روسيا بفشلها بكسر العزلة عن نظام الأسد وعدم استجابة إسرائيل لإيجاد خروقات من بعض الدول العربية بالضغط عليها، عادت روسيا وهي من أعطت الضوء الأخضر لانتشار وحدة الرضوان التابعة لحزب الله وانتشار فاطميون وزينبون التابعون للحرس الثوري الإيراني وبشكل مباشر، وأصبحوا على الخطوط الحدودية وبشكل مكثف. هذا تستثمره روسيا. روسيا هل تملك بالفعل أدوات للضغط على إيران؟ نعم تملك، وتستطيع أن تضغط بشكل جاد وأن تخرج إيران أو إلى حد ما أن تصل إلى النسبة المقبولة للمجتمع الدولي بالوجود الإيراني في سوريا عموما، لكنها لا تقدم هذا دون ثمن. هي تنتظر تكسب الوقت من أجل بالفعل أن يكون هناك تحرك إقليمي لا سيما من الأردن وإسرائيل. نعم. تحرك أكبر من إقليمي، ممكن أن يكون زيارة مثلا وزير الخارجية التركي إلى الأردن ووضع هذا الملف على طاولة المفاوضات. تنتظر روسيا أن يثمن هذا الشيء. نعم. شكرا لك الأستاذ وائل العلوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.